الواقع أنني ما أن أستعرض سيرة البنات وواقعهن، أقف بإكبار واحترام للأخت والأم والابنة والزوجة، فكل بناتي في بوح البنات غاية التقدير وصادق الدعوات. شكرا لك. حلقة أنا حرة أوجه من خلالها رسائل سريعة مختصرة، جعلتها كشأن التغريدات التويترية، نشرتها في حسابي هذه الليلة متمنيا من بناتي تأمل معانيها ودلالاتها، فهي رسالتي والواقع هي رسالة العالم بأسره إليهن. ابنتي أنت حرة، فاهتفي في أرجاء الكون أنا حرة. أنا أتمنى أن كل بنت من بناتي فعلا يعني تصرخ بصوت عالي وواضح بلا غبش أنا حرة، وفعلا أنا حرة، لكن حريتي مهرت بميثاق عبوديتي لمولاي رب العالمين لا لأحد سواه. ابنتي أنت حرة، مسلمة مستسلمة، شامخة أبية، الإيمان شعارك والطهر رداؤك والصدق صفة أقوالك والنجاح عنوان أفعالك. ابنتي حريتك تجعلك تشعرين أنك إلى مولاك أقرب، تشعرين بمحبة الله لك ورحمته بك، كيف وقد أعد لك جنات الخلد تنتظرك. أنا حرة نعم، وهذا واقع البنات كلهم، في خصوصا في عالمنا، في عالمنا الإسلامي. أنا حرة، ويجب أن توجه رسائل لدعاة الفتنة والسوء، تقول لهم لست من أحجاركم تحركونها كيف شئتم، فإن ربي الله. أقول لكل بناتي أعلنيها بلا تردد، أنا امتداد لتاريخ طويل امتلأ عزة ومجدا وفخرا ونجاحا وعفة وسترا وطهرا وإيمانا. هذه المفردات يجب أن تعيشيها فعلا يعني في حياتك من صباحك إلى مسائك، وأنت تتذوقين معانيها وتستشعرين دلالاتها. أنت حرة تعلني أن إيماني ثمن حريتي، الحرية لها ثمن، وإيمانك هو ثمن هذه الحرية، وهو طوق النجاة في حاضري ومستقبلي، وهو سبب سكن نفسي وطمأنينة قلبي. ابنتي الكريمة أنت حرة، فامتطي فهوة الفرص الربانية التي بين يديك، كوني طموحة فالجنة درجات، وليكن هدفك الفردوس الأعلى، ولا تقبلين بأقل من الفردوس الأعلى. جزاك الله خير شيخ، جزاك الله خير شيخ عادل الخوفي على هذه التغريدات الجميلة، ونتابعها كلنا إن شاء الله أيضا على حسابك في تويتر. شكرا جزيلا شيخ عادل.